كاين الصوت اللهم يسر ولا تعسر اذا مرحبا بكم مره اخرى في هذه الحصه المباشره الثانيه الخاصه بالاستعداد الاستدراكيه واليوم ان شاء الله غادي نخدموا على التمرين ديال الاعداد العقديه راه التمرين ديجا نشرته لكم في الجروب ديال الانستغرام بالعربيه وبالفرنسيه وغادي نعاود نوريه لكم شوف معايا التمرين هو هذا تخيل معايا فهمتي هذا التمرين من الاول حتى الاخر فهمتي على حق طريقه راه شي حاجه واعره بزاف صافي الاخوان اذا من خلال هذا التمرين هذا من خلال هذا التمرين غادي نفهموا بزاف ديال الامور اللي غادي ينفعونا بطبيعه الحال في الدوره الاستدراكيه ان شاء الله وغادي نفرحوا عاوتاني بالناس اللي غادي يدوزوا للدوره الاستدراكيه حيت هو واحد النجاح غير مؤخر فقط يعني ماشي شي حاجه صافي مزيان يلا نبداو على بركه الله غادي غادي نحبس لكم باش يبان التمرين التمرين هو هذا ياك الناس اللي ما سابقا في لي ستوري وفي الجروب ديال انستغرام التمرين هو هذا يلا على بركه الله نبداو ولكن كلشي رد البال الاخوان كلشي رد البال اذا اول 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 سؤال نشوفوا اول سؤال شنو اول سؤال قال لك سيدي نعتبر واحد المعادله أعطونا هذه المعادله انا غادي نحط لكم المعادله قدامكم باش تبان ها هي سيدي المعادله اللي طلبوا منا او اللي أعطونا في المعطيات هي هذه صافي كتبان مزيان نشوفوا واش داكشي هو هذاك صافي هي هذيك اذا السؤال السؤال ديالهم شنو هو فيريفي كو الدلتا كتساوي هاد العجب هذا والدلتا هو المميز ديال المعادله بطبيعه الحال صافي مزيان اذا هذا هو السؤال واحد الف نشوفو كيفاش غادي نلقاو ديك الدلتا كلشي رد معايا البال حيت هادشي راه ضروري خصك تضبطو الاخوان ضروري ضبطوه مزيان والا ستندم صافي واضح السؤال ياك السؤال واضح نعاودو نسطرو عليه الدلتا خصنا نلقاوها كتساوي هاد العجب انت شنو غادي دير غادي تخدم بالقاعده ديال الدلتا عادي جدا يعني ما تدهشر ما تخلع ما والو عادي غادي نحسبوا الدلتا كما كنحسبوها دائما كما كنحسبوها في اي تمرين اذا غادي نقول ليه؟ لدينا لدينا الدلتا شحال كتساوي الدلتا بي اس 2 بي راه هذيك الزيد بمعنى بي اس هي ناقص أربعة في ا اللي حدا زد اس 2 هي واحد في سي اللي هي 10 وغادي نقدو الحساب ديالنا وخصنا بالضبط نلقاو داكشي اللي قالوا لك بالضبط هذا التعبير شنو غادي ندير شنو هي المرحله الاولى ناقص جوج اس 2 هي 4 وغادي تعطي داك اس 2 لك القوس حنا نديروها شويه بشويه حنا مزربانين صافي حيت هاد التمرين ضروري الاخوان خصكم تفهموه ضروري واجباري راه شفتوا الاعداد العقديه هما اللي زعما النيفو ديالهم طلع شويه في الدوره العاديه وكذلك في الدوره الاستدراكيه يعني هذا الشخص ضروري تفهمو كما قلت هذه غادي نعطيها السيطنان. من بعد غادي ننشروا هذه المتطابقه الهامه اربعه جدر جذر جوج جوج اثنان شحال كتساوي جوج زائد جوج في ا في بي زائد عود عاوتاني بي او بمعنى داك الجذر اس 2 راه كتمشي اس 2 مع الجذر كتبقى لك غير ثلاثه حنا كنقصدو ديك المرحله ناقص 40 المرحله المواليه شنو غادي ننشر او لا قبل ما ننشر غادي نحسب بحال بحال اللي عجبك مثلا جوج زائد ثلاثه هي خمسه زائد جوج جذر جوج في ثلاثه هي سته حيت جذر ثلاثه في جذر جوج هي جذر سته كدير الحساب اللي عجبك المهم غير خصك تلقى الجواب يكون صحيح من بعد كتعطيك عشرين زائد 8 جذر 6 ناقص 40 ايوا سيدي راه الا نقصتي 20 نقصتي 40 او لا 20 ناقص 40 شحال كتساوي ناقص 20 كتساوي ناقص 20 زائد 8 جذر 6 دابا غادي ناخذ الجواب ديالهم باش نعملوا ناقص 4 حتى انا غادي نعمل بناقص 4 هاني غادي نعمل بناقص 4 ولكن شنو غادي يبقى ليك هنا غادي تبقى ليك ناقص خمسة ناقص خمسة صفر الاخوان غادي تبقى لنا ناقص خمسة علاش أه باش تعطينا باش تعطينا ديك ديك سميتها ديك عشرين واش نفهم الاخوان ولا والو عملت بناقص ربعة اذا هنا غادي تبقى ليا شحال ناقص خمسة شوفوا عفاكم واش فهمتوا حتى يلا اللي فهمت انا يطبي 5 5 باش نكمل ونحيد الورقه حيت خصني الورقه علاش عملت بناقص 4 عملت سيدي بناقص 4 علاش اولا هنا راه تبقى 5 ماشي 5 كما قلت عملت بناقص 4 حيت شفتهم حتى هما عملوا بناقص 4 عملوا بناقص 4 اذا هنا غادي تبقى 5 علاش حيت ناقص 4 في 5 هي ناقص 20 صافي واضحه الاخوان باش نحيد الورقه اللهم يسر ولا تعسر هذه مزيان انا شنو غادي يبقى ليا خصك تخدم الدماغ ديالك شويه عملتي بنقص 4 اذا شنو غادي يبقى لك بلاصه 8 غادي تبقى لك ناقص 2 علاش حيت ناقص 4 في ناقص 2 كتعطيك 8 حنا راه عملنا بنقص 4 الا بغيتي مثلا شي واحد مثلا فيكم بغى يعمل بربعه ماشي مشكل غادي تعطيك ناقص خمسة زائد جوج جذر ستة ومن بعد عاوتاني تعمل بناقص تخرج ناقص لي خمسة ناقص جوج جذر ستة اللي عجبك المهم انا عملت ديريكت بناقص ربعة ارا نقدو باقي الحساب ما مازال مساليت مازال وكنديرو هادشي شوية بشوية مثلا هاد 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 خمسة هادي ممكن نفرقوها ممكن تكتب على شكل جوج زائد ثلاثة هاي هاد خمسة فرقنا علاش فرقنا باش نديرو ليها داك داك الجدر أو أس اثنان نديرو ليها الجدر أوس اثنان وهي متطابقة هامة معروفة عند الجميع شناهي المتطابقة الهامة الإخوان هي ناقص ربعة عامل هذا هو ا أه. هذا هو بي ولكن رد البال عندك ناقص يعني ا أه. ناقص بي الكل اس 2 هذه هي الطريقه وحنا لقيناها يالاه نستروي هذا باش ندوزوا للحوايج اخرى يالاه اللي فهم عافاك يطبي سانكسنك 5 5 راه كتساوي 3 زائد زائد 2 على المعادله الاخوان ما عطاوكمش المعادله في الدوره العاديه غادي يعطيوها لك في الدوره الاصداريه خصكم تردوا البال هادشي إذا حسبنا الضلطة الضلطة اللي كنشوفوه تقريبا من التاسعة وقيلة ولا من الخامكيام، من الخامكيام الدلتا كتساوي ب أوس اثنان ناقص يعني شي لعبة عندك ب عندك أ واحد عندك سي كتساوي عشرة كتحطهم ب أوس اثنان ناقص 4 هادي كتنشرها كتنشر عليهم داك كتعطيك الهامة. سير الهامة كتعطيك ا آه او سي... آه ا آه زائد ب الكل اس 2 كتعطيك ا آه او زائد جوج ا آه بي زائد ب اس 2 ها غير هو داك الجذر ديال سي... ديال وديال ثلاثه كيمشيو مع اس 2 صافي كتحسب عاوتاني جوج زائد ثلاثه حسبها في الاله الحاسبه كتعطيك خمسه النشر باش مشكل دير الاله الحاسبه اربعه في خمسه ديرها في الاله الحاسبه كتعطيك عشرين اربعه آه في جوج في الاله الحاسبه كتعطيك ثمانيه عشرين ناقص ربعين كتعطيك ناقص عشرين وهاد ناقص وهادي غادي نعمل بناقص ربعة حيت شفتهم نعملو بناقص ربعة كتبقى لي هاد خمسة وهي اللي كنفرقوها باش نخرجو متتابقة هامة هاي يلاه دابا غادي ندوز للسؤال الموالي يلاه راه باقي التمرين اتمر فيما يدار نشوفو السؤال الآخر شنو هاد السؤال السؤال بي استنتج الحلول ديال المعادلة أو أه؟ هاد المعادله هادي شحال من حل عندها نشوفو شحال من حل وحيد عليا ديك الطغوبه كل كلشي غينجح ان شاء الله كلشي غينجح شويه ديال المراجعه وبما يكون غير خير غادي تقول لي لدينا لدينا الدلتا كيساوي شحال نشوفوا داكشي اللي لقينا ناقص 4 عامل لي جذر جوج ناقص جذر 3 لكل اس هذا الدلتا دابا واش موجب ولا سالب سي نورمال سالب ملي كيكون الدلتا سالب شحال من حل كي كيكون عند هذه المعادله نكتبوها خصنا نكتبوها اذا اذا المعادله تقبل حلين عقديين صافا الاخوان مترافقين واحد مرافق الاخر واحد مرافق الاخر نوريكم القاعده قبل ما نجاوب ها انتم ملي كيكون دلتا اصغر من زيرو خصنا نكتبوا الحلول بهذا الشكل نكتبوا بعدا الاولاني ناقص بي زائد اي جدر ناقص دلتا على جوج ا ولكن هنا كاين واحد القلب الى ما رديتيش البال غادي دير فيه سي غادي دير فيه خطا يلا كل معي البال عافاك كل معي البال الحل الاولاني كما قلت زيد واحد كتساوي ناقص بي فينا هي بي هي هذه اللي حدا زيد مع هذيك ناقص كتولي جوج جذر جوج زائد جذر ثلاثة ها هي ناقص بي زائد اي جذر ناقص الدلتا شحال كتساوي الدلتا ها هي قدامكم بمعنى هاد ناقص لي حدا إذا الا تلقات لي معاد هاد ناقص لي حدا كتولي زائد حيت الوسط ديال الجذر اصلا ما كيكونش سالب دائما كيكون موجب وهاني كتبتها علاش على جوج ا شحال كتساوي ا في التمرين واحد بمعنى جوج في واحد اللي هي جوج صافي واضح مزيان دابا راك ال... الحساب نقدو الحساب هنا اللي قلت لكم خصكم تردوا البال لواحد القضيه باش ما تصيدش بلاتي هاد الجذر هاد الجذر ربعه كتساوي جوج عرفنا ولكن هاد العدد الا بغينا نحيدو قبل كاع من من باش ما نتلفكم شافاكم هذيك الجذر ربعه كتساوي جوج مزيان غادي نخليو هذاك الاخر الداخل ديال الجذر حتى نوريكم شنو غادي ندير حيت ضروري خصك تفهمها زيد جوج جذر جوج زائد جذر ثلاثة زائد جوج ارا نشوفو هذا 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 خصك تعرف واش موجب ولا سالب هذا التعبير واش موجب ولا سالب نجربوه في الاله الحاسبه حيت كاين فرق جذر جوج ناقص جذر ثلاثة شحال كتساوي كتساوي ناقص صفر فاصلة ثلاثة بمعنى هذاك جذر جوج ناقص جذر ثلاثة راه سالب سالب بمعنى الا حيدتي القيمه المطلقه الا حيدتي القيمه المطلقه شوف معايا باش تفهمها مزيان مثلا عندي جذر ا أس 2 الا كان هذا سالب غادي نحيدو القيمه المطلقه ونضربوه في ناقص ايوا راه نفس الشيء غادي ندير العجب هذا حيت هذا سالب غادي نحيد ليه مع مع أس 2 ولكن خصني نضربو في ناقص يعني غادي تولي بحال هكا شفتوها الاخوان نسطروا عليها باش تبان حيث من الجذر وزدت واحد ناقص وغادي نقسمو على داك المقام في الاخير شنو غادي ندير غادي نختزل هاد جوج وهاد جوج وهاد جوج اولا بمعنى اخر غادي تفرق عليهم المقامات هذا على الاعلى جوج غادي يساوي جذر جوج زائد جذر ثلاثة وهذا على المقام جوج مع جوج غتختزل هاد ناقص غادي تجي بلاصه زائد وغادي تبقى ليا بحال هكا اذا هذا هو الحل الاولاني لا اللي نسطروا عليه مازال الحل التاني. أيوة صراحة سهل سهل. ما لقينا الحل الثاني ايوا الاخوان راه عندكم ما ديروا راه عطاكم الاعداد العقديه داكشي مخربق بحال هكا ولكن صراحه راه سهله سهله ما فيهاش شي حاجه صعيبه خاصني دابا الحل الثاني كيفاش غادي نلقاو الحل الثاني غادي نكتبوا بشي لون اخر باش يبان الحل الثاني اللي هو الزيد جوج ديما كيكون المرافق ديال الحل الاولاني بمعنى زيد ان شنو هو المرافق كنبدلو فقط العدد اللي حدا اللي إيه. اذا غادي تعطيك جذر جوج زائد جذر ثلاثة زائد اي جذر جوج ناقص جذر ثلاثة كنبدلو غير الاشارة اللي إيه. حدا فقط اذا هادو هما الحلول ها الحل الاولاني ارا نسطرو عليه وها الثاني عاد سيدي كتجي في الاخر حيت مازال ما كتجي في الاخر كتقول لي اذا إيه مجموعه الحلول اس كتساوي زيد واحد او زيد جوج ماشي بالضروره تكتبهم المهم غير كتب لي اس كتساوي زيد واحد وزيد جوج حيت لقيتهم سابقا سابقا لقيتهم يلا اللي فهم عافاك كيطبي باش ندوز خصوصا اللي فهم هذه الفكره ديال القيمه المطلقه كنشرحو شويه بشويه حيت الناس ديال الاستدراكيه بطبيعه الحال ما كنبغيش نزرب بزاف يلا ندوز ندوز اسيدي بلاتي هو الاول نعاود لكم ديك ديك القضيه اللي قلت دابا ديال السانكيان بما ان جذر جوج ناقص جذر ثلاثة سالب اذا غادي نحيد دل... الاس مع الجذر وغادي تبقى لي القيمه المتلقاه ولكن حنا ما كنديروش القيمه المتلقاه صافي سالب اذا غادي دير ناقص حدا صافي حيت الاصل ديالها شنو هو بحال مثلا جذر ا آه أس 2 كتساوي فعلا القيمه المتلقاه ديال ا آه وديك ا آه بما انها سالبه كتساوي ناقص ا آه. غير حنا كنقزو هاد المرحله كنديرو ديريكت من هنا لهنا داكشي علاش ضربت في ديك ناقص حيت هذا سالب كون كان موجب ما غاديش نضرب في ناقص يلا ندوز غادي ندوزو دابا لحوايج خرين شنو هما هاد الحوايج خرين حيد هادي مشات دابا السؤال الثاني هنا فين كاين شو ديال التخربيق هاد القشره هذا بالنسبه للسؤال الثاني عطاونا شي اعداد عقديه ا صغيره كتساوي بي صغيره كتساوي سي صغيره كتساوي او دي صغيره كتساوي نحطهم قدامنا باش يبانو هما هاد صافي واضح هيك ا صغيره كتساوي بي صغيره كتساوي سي صغيره كتساوي دي صغيره كتساوي هادو اعداد عقديه اذا بس السؤال جوج الف شنو طلبوا منا طلبوا منا باش نبينو ان هذا زائد هذا كيساوي زارو انا نكتبو قدامكم باش يبان السؤال جوج الف كلشي رد معايا البال عفاك فهادي بالضبط هذا السؤال بالضبط بغيت كلشي يرد معايا البال باش تفهموا الطريقه ديالو اذا نطلبوا منا باش نبينوا بين ان اشنو غادي نبينوا ا زائد اي e. جادر ستة على جوج جذر جوج كلشي أس ألفين وعشرين زائد أباغ زعما المرافق ناقص إي جادر ستة على جوج جذر جوج أس ألفين وواحد وعشرين شحال خصها تساوي؟ خصها تساوي زيرو إذا هذا هو السؤال المطلوب هذا هو السؤال اللي مطلوب ياك هذا شنو هي الخطه اللي غادي نخدم بها الا عطاونا بحال هذا السؤال في الوطن ركزوا معايا الاخوان شوف ديما ملي راه اصلا تعطيت في الوطني ديال الدوره العاديه عدد اس اذا شنو غادي دير غادي تحاول تكتب هذا اللي الوسط هذا 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 الوسطاني خصك تكتبه على الشكل المثلثي الا كتبتيه على الشكل المثلثي صافي كيكون كي ساهل باش باش تحسبه واخا يكون الاس 2020 ولا مليون كتستعمل واحد الصيغه كتسمى صيغه موفر نفس الشيء بالنسبه لهذا اذا انا شنو غادي ندير شنو هي الخطه ديالي يعني. غادي نمشي نقد هو الاول داك 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 التعبير غادي نكتبو على الشكل المثلثي عاد في الاخر نعوض هنا ونعوض هنا صافي غادي كتب... نبدا بهذا هو الاول وعاد غادي نجي لهذا هو الاول باش نحطهم بلاصتهم ونحسب على خاطري هذه هي التقنيه او لا هذه هي لا ستيفس اللي غادي تستعمل يلاه كلشي رد البال الاخوان كلشي رد البال عفاكم لدينا بسم الله أ آه زائد إي جذر ستة على جوج جذر جوج أنا دابا يلاه غادي نقد غير هذا اللي الوسط خلي ديك ألفين وعشرين تا لخر شحال كتساوي أ آه. كتساوي جذر جوج ناقص جوج اي جدر ستة زائد هاد اي جدر ستة اللي أصلا كاينة تما على جوج جدر جوج زيد قد الحساب قد هاد جذر جوج غادي تبقى هادي مع هادي شحال غادي تساوي غادي تساوي ناقص اي جذر ستة بحال قلتي ناقص جوج تفاحات زائد تفاحة وحدة صافي يعني كتساوي ناقص اي جدر ستة اشنو غادي ندير من بعد غادي نفرق عليهم المقامات باش نقد الحساب وغادي نديرو بعض الاختزالات وحنا غادي نلقاو بحال مثلا هنا غادي تختزل لك جذر جوج مع جذر جوج غادي تبقى لك واحد على جوج هنا جذر ستة كتساوي جذر جوج في جذر ثلاثة ديك جذر جوج مع الختا غادي تختزل وغادي تبقى لك جذر ثلاثة على جوج اذا حنا لقينا هذا العجب هذا على الشكل الجبري ولكن الشكل المثلثي يعرفكم نتوما اللي غادي تحددوه حددوا لي عافاكم الشكل المثلثي باش نديرو ديريكت حسبوا المعيار شنو هو المعيار يلا شي واحد يعطينا الموديل هو واحد ياك المعيار هو واحد صافي صحيح بين غير بالعين مجرد هذه ولكن الزوايا شكون اللي غادي يعطينا عافاكم الزاويه في لي من اللي كنحسبوا المعيار لقينا واحد وغادي تضرب وغادي تقسم على ديك واحد يلا شي واحد يعطينا الزاويه شحال كتساوي شنو هي الزاويه ديال هاد الشكل المثلثي ناقص بي ناقص بي على 3 اوكي سيدي من الاحسن نديرها في شي ورقه عندك المعيار المعيار هو واحد ياك غادي تضرب في واحد وتقسم على واحد هذه اللي قسمت على واحد هي نفسها الزاوية القوس ديالها كتساوي واحد على جوج لكن نوريكم داك الجدول عفاكم فين درتو بلاتي عفاك غنوريك داك الجدول اللي كنت درت معكم في الدورة العادية الزاوية الكوس ديالها كيساوي واحد على جوج هي بي على تلاتة كوس بي على تلاتة ناقص اي سينوس بي على تلاتة هادو خصو يضبطو عفاكم قبل ما تمشي للوطني اصلا ديك ناقص ملي كتكون حدا السينوس شنو كنديرو ملي كتكون حدا السينوس كندخلوها الوسط ديال الزوايا اذا غادي تعطيك كوس ناقص بي على ثلاثة زائد اي سينوس ناقص بي على ثلاثة صافي واضح ايوا راه هادشي علاش قلنا الشكل المثلثي غادي يساوي سيدي الزاوية هي ناقص بي على ثلاثة يلا لي فهمي طبي سانك سانك عفك باش ندوز نينا منو هذا دابا غادي نمشي نحسب عاوتاني الشكل المثلثي ديال هذا اللي اللي سطرت عليه هاد 2020 و 2021 مازال ما كندويو عليهم خليهم تلخب يلا نمشيو اسيدي نقادوه حتى هو غادي نخلي هاد الورقه حيت غادي نحتاجها من بعد فين هو داك اللي غادي نحسبوه لدينا دابا نحسبوا على خاطرنا اباخ ناقص اي جذر ستة على جوج جذر جوج هذا اللي اللي خصنا نحسبه عاوتاني تاني يلا يعني كل ركز معايا عافا كل ركز معايا اشنا هي ابا هي المرافق ديال ا اذا غادي تعطيك جذر جوج زائد ماشي ناقص كانت في الاول ناقص ولكن المرافق كتبدل الاشاره ناقص اي جذر ستة شحال كتساوي بحال قلتي هنا جوج تفاحات ناقص تفاحه كتعطيك تفاحه وحده زائد اي جذر ستة نفرقوا عليهم المقامات كما درنا في ديك الاولى جذر جوج على المقام كتساوي واحد على جوج زائد دابا ما كاينش ناقص جذر ستة على المقام كتساوي جذر ثلاثة على جوج ايوا نحددوا الشكل المثلثي الشكل المثلثي راه كنا درناه يعني غير في الاول كانت ناقص ودابا زائد المعيار هو نيت واحد والزاويه هي بي على ثلاثة ماشي نقيس بي على ثلاثة حيت أنا ما عندناش نقيس بي على ثلاثة بي على ثلاثة إلا بغيتي تحيد هاد نق... واحد هذا ماشي مشكل الواحد ما ك... ما به المهم حيد داك واحد دابا سيدي ملي لقيت الشكل المثلثي ديال هاد العجب ولقيت الشكل المثلثي ديال هاد العجب غادي نرفعهم بداك الاس ديالهم ونطبق صيغه موفر فورمول دو موفر نشرحها لكم هي الاولى عاد نطبقها اشنو كتقول لك صيغه موفر بالنسبه لصيغه موفر مثلا عندك الشكل المثلثي ما فيها باس نذكروها بهذا الشيء الاخوان أنا أقول اصلا خصنا نذكروا بكل شيء للناس ديال الاستدراكيه الناس اللي فهموا هذه الامور تبارك الله عليكم اذا كتقول لك صيغه موفر ملي كيكون عندك واحد الشكل المثلثي مرفوع بواحد الاس ان شحال شحال كتساوي كتساوي كوس ان في الطيطة زائد سينوس ان في طيطا بمعنى داك الاس كنضربوه في الزاويه ايوا راه نفس الشيء دابا الفكره راه كنظن غادي تكون واضحه لكم راه نحسبوا داك الاولاني عفاكم نحسبوا هذاك الاولاني شنو هو الاولاني ناخذ مثلا 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 ناخذ هذا المهم بدا باللي بغيتي المهم كل واحد يحسبه وس 2020 لقينا الشكل المثلثي ديالو الشكل المثلثي ديالو شحال لقينا فيه بالنسبه للشكل المثلثي ديالو سيدي كنا لقينا فيه ها هو غادي نحيد هذا واحد ما عندي ما ندير ناقص P على ثلاثة زائد إي سينوس ناقص P على ثلاثة كل شيء أس ألفين وش حد؟ ألفين وعشرين داك المعيار ما حيت كيساوي واحد. يلا طبق لي صيغة موفر شنو كتقولك صيغة موهر؟ كتقولك سيدي كوس ديال ألفين وعشرين وكتضربها في ديك الزاوية زائد اي سينوس الفين وعشرين او كتضربها في ديك الزاوية كاين نقيس داكشي علاش كندير تما نقيس دابا في الوطني في الوطني من حقك تستعمل الآلة الحاسبة راه غادي تستعمل الآلة الحاسبة وغادي تخرج لك ديريكت وكاينة طريقة أخرى ممكن تدير الفين وعشرين بي على على ثلاثة تقدا بديك الطريقة ديال مثلا باش نعطيكم الفكرة حيت حنا كنعرفوا بان كوس تيتا مثلا طيطة زائد جوج كابي شحال كتساوي هادي حسب داكشي اللي قريتو في السامكيام كتساوي كوس تيتا ممكن تفكك باش تلقاها بهذا الشكل او تستعمل الاله الحاسبه ما هي حسبك حتى حيت في الوطني مسموح بالاله الحاسبه ديالك يلا نحسبوها حنا نحسبوها بالاله الحاسبه باش ما الوقت كوس ناقص 2020 بي شيفت علاش على ثلاثة كتعطينا ناقص صفر فاصلة خمسة هي ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج بغيتي تكتبها ب# الفاصلة ماشي مشكل زيد نحسبو ديك السينيس لخرى شنو غادي ندير أنا غادي نحاول نحيد غير ديك قوس غنخلي نفس غندير غير كوس لا درت طونجونت فين هي السينيس هاهي وندير هاكا شحال إذا بغينا نحولوها ل ديك الكتابه الاخرى كنظن كتعطينا جذر جذر 3 على جوج جذر 3 على 2 بغيت نشوف جذر 3 على 2 صافي مزيان هل الاولى لقينا استعمال اخويا الاله الحاسبه ما كاين اللي غادي يقول لك شحال في الساعه ولكن في لي ممنوع الاله الحاسبه ارا نشوفوا ديك الاخرى نشوفوا ديك الاخرى نفس الطريقه دابا غير استغلوا الفرصه عفاكم بقاو استعملوا الاله الحاسبه ألفين وواحد وعشرين أنا كاينة أس ألفين وواحد وعشرين زيد 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 نديرو لها نفس نفس الفكره نفس نفس شحال كنا في الشكل المثلثي ديال هذا العجب كنا لقينا فيه واحد واحد ما نكتبها على 3 زائد اي سينوس بي على 3 او وواحد وعشرين اللي كتساوي لينا كوس ديالاش ديال اش ديال 2021 بي على ثلاثة زائد يعني كندخلو داك داك العدد للزوايا ألفين واحد وعشرين تي على ثلاثة وسير حسبها يا إما بالتفكيك يا إما بالآلة الحاسبة اللي عجبك نشوفوا شحال غادي تساوي ألفين وواحد وعشرين بي مقسومة على تلاتة كتساوي صفر فاصلة خمسة يعني واحد على جوج واحد على جوج نشوفو ديك لخرى غادي نبدل غير ديك ديك كوسيك باش منعاودش نكتب غنديرو السينوس ناقص صفر فاصلة ستة وثمانين يعني ناقص جذر تلاتة على جوج اشنو بان لكم الاخوان واش هذاك الجمع غادي يعطينا زيرو ولا لا يلا جاوبوني نتوما عافاكم واش داك الجمع اللي طلبوا منا غادي يعطينا زيرو صافي كون كان الموديل كيساوي جوج واخا غادي ندوي عليها كون كان مثلا المعيار كيساوي شي حاجه من غير واحد غادي ندوي عليها زيرو صافي مزيان تبارك الله عليكم اذا كيساوي فعلا زيرو صافي انا يعني بلا ما بل نكتبها غادي تقول لي هذا زائد هذا كيساوي كل واحد غادي تعوضو بلاصتو هذا غادي تعوضو بهذا ديالو هذا غادي تعوضو بهذا ديالو شنو غادي يوقع غادي كل اختزال هادي غادي تختزل مع اختها هادي تختزل مع اختها صافي وغادي تلقى فعلا زيرو صافي الاخوان هذيك المرحله تكلفوا بها نتوما حشومه نكتبها او لا نكتبها باش ما يتهمنيش شي واحد انني كسول اذا ا زائد اي جذر 6 على جوج جذر جوج اس 20 زائد ا باء ناقص اي جذر 6 على جوج جذر جوج اس 2021 تساوي هذه راه قلنا كتساوي ناقص 1 على جوج زائد اي جذر 3 على جوج والاخرى كتساوي 1 على جوج ناقص اي جذر 3 على جوج و ملي غادي تختزل فعلا غادي تلقى زيرو حيت هادي غتمشي مع اختها هادي غتمشي مع اختها آه ما عرفتش شكون اللي قال الا كان المعيار كيساوي جوج كيفاش غادي نتعاملوا مع ديك الصيغه موفر إيه من حقك تسول ماشي مشكل لا عندي شي سؤال مرحبا اصلا غادي تكون عاوتاني واحد الحصه في الاخر غادي نخصو غير الاسئله غادي نديرو عاوتاني واحد الحصه ان شاء الله غادي تكون فيها سته ساعات الليله ديال ديال الامتحان واخا انا ندوي على هذه القضيه اللي قالت الصديقه ديالكم مثلا نفترض لقينا جوج واخا هذا الشيء ماشي منطقي ولكن نفترض 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 لقينا جوج منطقي دابا حيت ما دويتش على ديك البيله ثلاثه كيفاش غادي نديرو ليها عندك ألفين وعشرين أوكي هادي كدير المعيار داك الموديل كتخليه 2020 والزوايا كتضربها في 2020 ما كاين حتى شي مشكل هكا كنديرو لها صافي هادي ما غاديش تحسبها خليها هادو اللي غادي تحسب مثلا أنا دي تعطيك واحد العدد. هادي الا حسبتي كتعطيك واحد العدد هادي كتحسب بها كتعطيك واحد العدد المهم في الاخر غادي تعطيك ديك النتيجه اللي كيطلبوا منك يعني بلا ما تخاف

والله راه كنحلف لكم راه ماشي كان... ماشي كنطلع عليكم ولا كنكذب عليكم ولا لا والله ثم والله ثم تالله الى الاغلبيه ديال التلاميذ كينشحو في الدوره الاستدراكيه خصوصا هذوك اللي كيقول لك اه صافي ضيع كاع اسميتو كيتصدم ما كيتوقعش راه قلتها لكم سابقا حاولوا ديروا الثقه في الله وشويه المجهود حيت عرفت كيجيكم داك الفشل كذا راه غادي تندم غادي تندم ملي غادي تشوف صحابك اللي عندهم حتى هما الاسد ينجحوا اتونسيون نشط راسك مع راسك عادي جدا راه ك... كما... أنتم نتوما دابا كتلاميذ عرفت الاغلبيه كيحسب ليه واش واش الاستدراكيه عيب واش الاستدراكيه شي حاجه عيب لا راه ماشي شي حاجه عيب ماشي شي حاجه عيب عادي عادي, عادي. الاستدراكيه راه عادي راه بحال الا راه كاينين كاع الناس اللي اللي, اللي... اللي عطاو الشواهد الطبيه غير باش يدوزوا الاستدراكيه زعما يشوف العاديه كيفاش دايره باش باش يدوز الاستدراكيه مالهم هادوك وباقي انت راه حسن منهم علاش حيت هما راه ما دوزو حتى شي حتى ماده انت عندك داك داك سميتو يحسبوليك اعلى النقاط حيت دوزتي العاديه ايوا فكر شويه وبقى تلعب تما فكر شويه بهاد المنطق تشوف يلا ركزوا معايا غادي نمشيو دابا للسؤال جوج او السؤال بي جوج بي شوف معايا شنو طلبو منا في السؤال جوج بي قال لك بين هذا كيساوي هذا اوكي انا غادي نكتبه باش يبان لكم عاوتاني فيريفيو تحقق ان سي ناقص بي علاش على دي ناقص بي شحال خص يساوي خاص يساوي بيتا ناقص واحد بيتا ناقص جوج على هذا المقام اللي هو جوج زائد بيتا أس زائد واحد ناقص بيتا أس زائد إي وهنا تاني نفس الشيء نفس المقام عندهم نفس المقام الفوق ربعة ناقص بيتا أس صافي هادشي لي خصنا نبينو اولا نتحققو منو نتا ما تدهرش داك الداشر عاوتاني تشوف هادشي فيه في بيطا كيما وقع لشي واحدين في الدوره العاديه يلا، حنا غادي نحسبو عادي جدا ما كاين حتى شي اشكال غادي تقول ليه دينا. سير حسبها شويه بشويه لدينا سي ناقص ب غادي نحاول نصغر الكتابه باش تقدني البلاصه ياك سي فين هي سي سي كتساوي ناقص واحد زائد جوج اي بي هي هذه ولكن رد البال راه مسبوقه بناقص يعني غتبدل دوك الاشارات غتولي زائد واحد ناقص اي بيتا نفس الشيء بالنسبة للدي كتساوي بيتا أي عوضة عوضتها تاني بي غادي تحط بلاصة هذا الشيء غير كنبدلو الإشارات حيت مسبوقة بناقص صافي تلعنا كل شيء واضح عوضنا كل حاجة بلاصتها زيد اخويا جلنا لنا آه، غادي نختزل كاينين تما شي اختزالات كم صافي هادشي اللي كاين ياك اوكي الفوق غادي تبقى ليا جوج اي ناقص اي بيطا. التحت واحد زائد واحد هي جوج زائد هاد بيتا ناقص ديك اي بيتا كيفاش كنديرو باش نا... باش زعما ن... نا... نقدو واحد العدد عاد نحولوه للشكل الجبري حيت الشكل الجبري هو هذا هذا كيتسمى الشكل الجبري هذه لا بارتي وهذه لا بارتي ايماجينير كتضرب في المرافق ممكن تنقص ديك المرحله ديال الضرب في المرافق المهم فينا هو ا هو هذا وفينا هو بي هو داك ناقص او لا هو ذاك بيتا اذا غادي تعطينا ا ناقص بي سد عليه حتى من بعد ونضرب في المرافق والفقرة راه غادي تخليه شنو هو المرافق كما قلنا الاخوان هو أ زائد اي بيتا الفوق غادي نضرب في نفس المرافق جوج زائد بيتا زائد اي بيتا ديما ديما القوس الا مسبوق بزائد ما كيلش ديرو انا ما درتش القوس ولا ممكن دير الاكواس اللي يعجبك انت اللي يعجبك ديرو المرافق ديال ا ناقص بي هي ا آه زائد بي حيت ا آه هي هادي وبي هي هادي عليهم باش يبانو عاوتاني عفاكم ا آه هي وها هي اذا ضربت في المرافق اللي فهمت لاني يطبي سنك سنك باش نحيد الورقه صافا الاخوان كلشي واضح واش كلشي واضح كلشي كلشي هو اه هنا خ... غتخصني هاد هاد بلاتي بلاتي لا هادي راه نسينا واحد اي تما ها آه بالتي بلاتي هاد اي فين هي بالضبط نسترو عليها بشي لون عاوتاني هاد اي يعني خصها تجمع مع هادي عاد نضرب في المرافق يعني خصني ندير ديك اي نديرها هنا نديرها هنا الاخوان ولا غتلفكم عاوتاني المهم اللي فهم اللي فهم مزيان غير غيدير بحال هكا شوف حيث هنا الا عملتي ب غادي تبقى لك زائد واحد صافي زائد واحد وهذا ناقص غادي تدخلها حدا حدا بيطا حدا بيطا ماشي مشكل حنا نعاودوها ماشي مشكل يلا ركزوا معايا عافاك ركزوا معايا هذيك اي خصها تحسب مع الاخرى اذا عندك سي ناقص بي على بي اولا دي ناقص بي يلا كلشي ركز معايا عفاك كلشي ركز معايا انا اصلا راه درنا ياك بلا ما نعاودهم نشرحو عاوتاني من الاول بقى حتى هو درناه المهم كتعوض ديك القضيه اللي قلت لكم ديال الا كان شي عدد عقدي مسبوق بناقص ما تنساهش راه الاغلبيه كيدير فيها مشكلة هاد نقص هاد الناقص هادي حيت كاين اللي كيعطي مثلا الناقص لهاد الاولاني وكينسى داك داك الثاني صافي كلشي حتى لهنا واضح ياك يلا راكم دابا نشوفوا راه ممكن نزيدها تما ولكن يقدر شي وحدين غيتلفو من الاحسن نعاودوها الفقرة راه باين كتبقى لك اي جوج اولا جوج اي ناقص اي بيتا هنا شنو غادي ندير غادي نجمع هادوك اللي ما فيهمش اي بوحدهم وهادوك اللي فيهم اي بوحدهم واحد زائد واحد هي جوج هادو بوحدهم بحال قلتي لابارتي غيال دابا هاد اي ناقص اي بيطا غادي نعمل ب اي شنو غادي يبقى ليا هنا غادي تبقى لك واحد ناقص بيطا او لا ممكن تقلبهم كما درنا في كما وريتكم في ديك الاخرى الا بغيتي تزيد مثلا ديك واحد غادي دير ناقص بيطا زائد واحد راه بحال بحال صافي واضحه الاخوان دابا مزيان ياك المرحله المواليه شنو هي المرحله المواليه غادي نضرب في المرافق اللي بغي ينقص المرحله ديال المرافق من حقه انا ما نطلقش باش تبين داك المرافق في المقام غادي دير متطابقه الهمة مديريكت ولكن حنا ما نقصوهاش غادي نضرب في المرافق شنو هو المرافق ديال ا زائد بي هو ا ناقص ب هذه كتمثل لي ا وهذه كتمثل لي ب اي في هذا القوس كتمثل لي ب اذا حتى الفوق غادي نضرب في نفس المرافق شنو هو المرافق هو ا ناقص ب المهم هذا غير كنعاود الفوق سد زيد اخويا كمل شحال غادي تبقى لك لتحت وركز معايا غادي تبقى لك ا أس 2 ناقص ب أس 2 اللي بغى يحسبها عاوتاني ديريكت هاد هاد اي أس 2 غتعطيك ناقص واحد مع ناقص كتولي زائد اللي بغى يحسبها ديريكت بصحتو مكاين حتى شي مشكل هنا شنو غادي ندير الفوق غادي ننشر ولكن كلكم بغيتكم تردوا معايا البال باش ما نديرش شي خطا فيكم في شي اشاره ولا شي حاجه غادي ننشر شويه بشويه زيد هذه في هذه الاولى جوج اي في جوج هي 4 اي جوج اي في بيتا هي اي جوج بيتا كتلعب بالترتيب كما بغيتي انت هاد جوج اي في الاخرى بلاتي عافاك اي في اي كتساوي اي اس 2 معاد هاد ناقص كتولي زائد واحد حيت اي اس 2 كتساوي ناقص واحد صافي الاخوان ولا ما نقزوش المرحله مزيان اوكي ما نقزوش كاع المرحله حنا غادي نديرو ناقص جوج اي فهاد غير ديك اي مع اي كيتلاقاو كتصد... غتولي اي اس 2 ما نقصتش دابا حتى شي مرحله ياك حتى من بعد نحسب هادي فهادي هي ناقص اي جوج بيتا هادي فهادي هي ناقص اي بيضاء او نتوما في الاخر غادي تعطيوني ياك ما نسيت شي, شي حاجه عفاكم هادي في هادي ناقص مع ناقص هي زائد اف اي هي اي او اثنين ايوا في داك القوس يلا قولوا لي عفاكم ياك ما شي حاجه باش باش ندوز نكمل الا كان داكشي هو هذاك عطوني سانك سانك <applause> صافي سانك سانك تبارك الله عليكم دابا نقدو الحساب راه بحال هكا داير الدورة العادية فيه شوية ديال الحسابات وكدا ولكن هادشي شي حاجة صعيبة صراحة المهم كاين اللي جا صعيب كاين اللي هادوك اللي كيخدمو بحال هاد النوع ديال التمارين دابا اللي كنديروه راه غيجيهم داكشي ساهل المهم اي أوس اثنان شحال كتساوي ناقص واحد مع ناقص هي زائد وداك القوس خصني نعطيه هو اثنان ديالو اللي كوس اثنان خص تبقى حيت اي اوس اثنان هاد القوس اوس اثنان غير هو اي اوس اثنان كتساوي ناقص واحد اوكي الفوق خصني نقدو الفوق خصنا ننشرو ونقدوه ناقص ناقص مع ناقص واحد كتولي زائد غتبقى لي هنا جوج جوج في واحد هي جوج جوج في ناقص بيطا هي ناقص جوج بيتا المهم راه نشرت 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 الاخوان باش ميقولش يقولش ليا شي واحد منين جبتي هادشي راه نشرت أنا اه راه غادي تكون زائد حيت ناقص في ناقص اذا جوج في واحد هي جوج جوج في ناقص بيتا هي هذه ديك الاخرى غادي تبقى كما هي هادي غادي تبقى كما هي ايوا ايوا او سي الخبر في راسكم كتساوي ناقص ناقص بمعنى ناقص بيتا في واحد هي ناقص بيتا ناقص بيتا في ناقص بيتا هي زائد بيتا اس 2 كنشر كنشر واش كاين شي اختزال كاين كاين مازال شي حاجه لا يا قوه الحساب صراحه المهم نتوما شوفوها والعزيز علام ميمتو عمر ما يتخص زائد واحد ناقص بيتا أو اثنان هذا هي غنشوفو شي واحد آخر إوا بلاتي عافاك بلاتي ندير واحد اللعيبة غادي نعزل لابارتي غيل بوحدها لابارتي بورد إيماجينيغ بوحدها لابارتي غيل زعما هادوك اللي إي بحالاش بحال جوج بحال هادي بحال هادي لما يمشي شحال من حاجه كاينه ثلاثه ثلاثه الحاجات غادي نعزلوهم في القوس ديالهم غادي تعطيك سيدي جوج ناقص جوج بيتا ناقص بيتا هاديك جوج ناقص ناقص بيتا غادي نحسبها من بعد زائد هذوك اللي حداهم اي فين هما نسطر عليهم بشي لون اخر بحال اش بحال هادي بحال هادي يعني جوج حوايج بمعنى ربعة ناقص بيتا أس اثنان صافي إوا نقد الحساب راه قربت 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 تلقى داكشي اللي طلبو منه بعد المقام راه هو هذاك المقام خاصني غير نقد الفوق خاصنا غير نقادو داك الفوق داك الفوقاني يعني خاصنا نقادوه شويه بلاتي الاخوان راه وقيلا بلاتي بلاتي راه وقيلا هنا نسيت شي حاجه ياك فين 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 جوج لا راه نسيت شي حاجه الاخوان يا قلتوا لي هادي 5 5 اذا اه اسمحوا لي واحد الدقيقه هادي كتعطيك جوج جوج في واحد جوج جوج في ناقص بيتا هي هاديك هادي هي هاديك هادي هي هاديك هادي هي هاديك فين 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 نسيت 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 بيتا او ستنان اه هاد آه الوالدين مخبيانه حتى هي ما فيهاش اي يعني خصني حتى هي نديرها تما فين غادي نديروها زائد بيتا اس 2 حتى هذيك خصنا نكتبوها ما نساوهاش سد صافي نعاودو الحساب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها واحد جوج أربعة خمسة ستة كتعرف واش نسيتي شي يعني عندك ستة الحاجات خص يكونو ستة الحاجات ها 4 ها 2 يعني 6 صافي مزيان آه كيما قلت الإخوان هنا خصك تلعب بالحساب يعني خصك تكون عاوتاني ذكي خصك تكون ذكي شويه هادي كيفاش غادي نكتبوها بهذا الشكل بهذا الشكل عندك جوج جوج اختيارات جوج اختيارات يا اما غادي تحسبها غادي تعطيك بحال حدوديه من الدرجه الثانيه وغادي تعملها او لا انا بنت لي واحد الفكره شنو هي هذه الفكره هذه نديروها كاع حنا في شي ورقه ديال الوسخ باش باش ما نضيعش ديك الورقه وصافي جوج ناقص جوج بيتا ناقص بيتا زائد بيتا و 2 ياك هذه غادي نعمل بجوج غتعطيك واحد ناقص بيتا وهنا غادي نعمل بيتا إلى عملت بيتا بلاصه هذه غادي تبقى لك ناقص واحد وبلاصه الاخرى غادي تبقى لك بيتا طبيعة الحال اوكي باش يكون واحد العامل المشترك باش يكون واحد العامل المشترك شنو غادي ندير بالنسبه الـ بالنسبه لهنا غادي نحاول نعمل بناقص الا عملت بناقص غادي الترتيب غادي تولي بيتا ناقص واحد صافا الاخوان بيتا ناقص واحد هنا ممكن تبدل الاماكن وغادي يكون عندك واحد العامل المشترك اللي هو بيتا ناقص واحد عامل بيتا ناقص جوج هاني القطعة. هذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه غادي تحسب غادي تعطيك بيتا اس 2 ناقص 3 بيتا زائد جوج يعني بحال الا عندك شي حدوديه من الدرجه الثانيه وكتعملها ياك يعني عرفتي كيفاش كتعملو حدوديه من الدرجه الثانيه غادي تحسب الدلتا الا كان الدلتا موجب الدلتا ديالها غادي يكون موجب غتعمل تعمل بهذا الشكل A آه X ناقص الحل الاولاني يعني X ناقص الحل الثاني ولكن حنا كنبغيو على بيتا ماشي اكس اذا كنديرو هنا بلاصت لي بيتا وبالنسبه ل راه كتساوي واحد يعني ما كتبانش صافي دوك الحلول غادي يكونو جوج وواحد وغادي تحطهم هنا وغادي تلقى نفس نفس النتيجه المهم اللي فهم اللي فهمت مباشرة في سنك سنك. سنك فهم الطريقه الاخوان حيت خصني نحطها مباشره في بلاصتها ايطابي 5 5 يلا عطيونا 5 5 الى الطريقه عفاكم اللي عطيتكم في هذا الوسخ كاينه طريقه ثالثه شنو هي طريقه ثالثه غادي تمشي للجواب ديالهم غادي تاخذ هذا البسط غادي تنشرو وغادي تشوف واش فعلا كيساوي هذا اللي لقيتي ولا لا الا كيتساوى صافي بدلو بدلو داكشي اللي بغاو المهم راه كاينين بزاف ديال الطرق سانك سانك اوكي نبدلو شحال قلنا كتساوي بيتا ناقص واحد بيتا ناقص جوج اوكي زائد و... زائد اي هذه متطابقه هامه متتابقه هامه الا بغيتي تحولها لمتتابقه عامه ولا خليها كما كما هي راه هما ما بغاوهش على شكل متتابقه هامه اللي بغى يحولها لمتتابقه هامه من حقه اذا حنا توصلنا للجواب اللي بغاو اللي فهم ايطابي 5 5 وديك الساعات غدير اخر مرحله غادي تفرق على كل حاجه المقام ديالها هذا غير فوق من فوق الشبعه وصافي راه بغاو يعذبوك كل حاجه عطيها المقام يلا لي فما الاخوان يطبي 5 5 بما نفرق عليهم داك المقام يلا واخا كاين اللي قال دير هذيك على شكل بحال الحدوديه اوكي اوكي سيدي هاد الورقه طلعت رجليها للفوق يلا يلا غادي نعمل هذه بالطريقه اللي قلت لكم يلا واخا راه شرحتها سابقا ماشي مشكل عندك جوج ناقص جوج بيتا ناقص بيتا زائد بيتا اس 2 شحال كتساوي كتساوي تساوي اس 2 ناقص ثلاثة بيطا زائد جوج هذه دابا راه بحال عندك اكس اس 2 ناقص ثلاثة اكس زائد جوج كيفاش كنعملو الحدوديات من الدرجه الثانيه كنحسبو الدلتا الا حسبنا الدلتا ناقص ثلاثة اس 2 ناقص 4 في ا في سي اللي كتساوي 9 ناقص كتساوي اذا غادي تلقى جوج حلول غادي تلقى جوج حلول ياك هادوك حلو الحلول غادي نحسبهم ماشي مشكل المجهول تما راه بيطا ناقص مع ناقص هي ثلاثة زائد واحد على جوج بمعنى ربعة على جوج هي جوج الحل الثاني جوج على جوج هي واحد اذا كيفاش غادي غادي تعمل كيفاش غادي تعمل غادي تعمل بهذا الشكل كنبداو ب ا اللي هو واحد عامل لبيطا ناقص الحل الاولاني ولا الثاني بحال بحال بيتا ناقص الحل الثاني هذا واحد راه ما كنبينوهش وهذا هو التعميل نشوفوا دابا السؤال الموالي السؤال الموالي راه قربنا قربنا نيت شنو السؤال الاخر السؤال سي السؤال سي قال لك حدد لي القيمه ديال داك بيطا بحيث بي و و دي مستقيميه مفهوم نحدد حدد قيمة البيطة بحيث اش من النقاط بالضبط دواو عليهم بي و سي و مالهم مستقيميه هذا هو السؤال سي هذا هو السؤال سي يلا كل ركز معايا عافاك كل ركز معايا امتى غادي يكون غادي يكون دوك مستقيميه يعني حتى يكون هذا التعبير اللي كنا جاوبنا عليه سابقا كينتمي ل ار خصو ينتمي ل اذا كتبها كتبها سيدي كتبها بي و سي و دي سون مستقيميه سون اليني يعني يعني ماذا داكشي س ناقص ب على دي ناقص ب خاصة تنتمي ل ار هادشي اللي كاين مفهوم الاخوان يعني امتى غادي يكون هذا كينتمي ل ار فينا هو اللي خص يساوي زيرو واش لابارتي غيل ولا لابارتي ايماجينير اذا قلت لك شي عدد عقدي راه كيساوي او كينتمي ل اشمن اش من اش من خصها تساوي زيرو عطونا الاخوان واش الجزء الحقيقي ولا الجزء التخيلي مثلا مثلا قلت لك هاد الزيد كينتمي ل ان فين هو فيهم اللي غادي يساوي زيرو واش هذا ولا هذا يلا يلا الاخوان ده الشيء ضروري خصو يتفهم امتى غادي نقول على هذا الزيد عدد حقيقي الا إيه ما كيبانش اي بمعنى هذا هذا هو اللي خصو يساوي زيرو باش يغبر الا إيه قلت لك راه الزيد عدد حقيقي بمعنى هذاك اللي حداه خصو يساوي زيرو إيه نفس المنطق بالنسبه لذاك الاخر لكن نوريكم ديك الورقه فاش فاش كتبناها كتابة كبيرة عفاكم سمح لي واحد دقيقة والله شي واحد ما جابش النقطة ديالو بطا الاخوان راه بزز عليك خصك سك... ترفع النقطة ديالك لا في الرياضيات لا في الفيزياء لا في السيونس يلا غادي نشوفو شكون فيهم اللي غادي يساوي زارو هذا عدد حقيقي يعني هذاك اللي حداه اي ما يبان هو اللي خصو يساوي زيرو يعني 4 ناقص بيتا اس جوج ناقص اولا زائد بيتا اس زائد واحد ناقص بيتا اس مالو خصو يساوي يعني حل المعادله يعني داك البسط خصو يساوي زيرو عتقول لي علاش بحال اللي ديتي المقام اللي عند زيرو المعادله المعادله عندك المعادله فيها البسط والمقام هذا المقام كيمشي عند زيرو وكيولي زيرو يعني هذه غنخرجها بجوج طرق يا اما دير متتابقه هما نديرو كاع حنا متتابقه هما يعني جوج ناقص بيتا تساوي زيرو او جوج زائد بيتا تساوي زيرو بمعنى ناقص بيتا تساوي ناقص جوج او بيتا تساوي ناقص جوج بمعنى بيتا تساوي جوج او بيتا كتساوي ناقص جوج انا دابا لقيت جوج حلول فين هو اللي غادي غادي ناخذوه بالضبط ايوا اخبار في راسكم الاخوان بما ان بما ان بيتا كينتمي ل ار بلس فين 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 شفتها هنا هنا راه قال لك اصلا بيتا كينتمي ل ار بلس يعني بيتا راه موجب هنا بيتا سالب اذا غادي تساوي جوج صافي واضح اذا غادي تساوي جوج وحنا لقيناها بكل بساطه يلا لي فهم الاخوان اي طابي 5 5 باش ندوز سؤال صعيب ولكن في الحقيقه راه سهل في الحقيقه سهل راه نشوفوا السؤال الاخر يلا نشوفوا السؤال عفاكم الاخر آه، بالنسبة للسؤال رقم ثلاثة السؤال رقم ثلاثة يلا باش نزربو على هاد الأسئلة اللي بقاو ما دا بقا دابا والو هادو تقريبا سالي السؤال رقم ثلاثة اوكي نقراوه بعدا قال لك اسيدي في السؤال رقم ثلاثة نعتبر النقط أ و ب و س التي ألحقها الألحق زعما لي زافيكس ها ديال أ زيد أ ها ديال ب ها ديال سي ها ديال دي هنا سواء دي صغيرة ولا زيد دي ماشي مشكلة غادي نحطهم قدامنا ها آه. صافي هما هذي وعندك زيد زيد بي راه معروفة شحال كتساوي ديجا درناها أو لا عطاوها سابقا هي زيد بي هي هادي زيد سي أولا زيد أ هي هادي راه كنعبرو على كنعبروا على لافيكس بالحرف الصغير يا يعني اما كنكتبو بها بحال هكا ولا كنكتبو بحال هكا بحال 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 صافي اوكي اولا هنا ما كندويش على على داك حيت بلاتي خصنا نعرفو زد ا آه. هي هادي نيت لا هي هادي حيت هادو ماشي لي زافيكس ديال النقط هادو ماشي لي زافيكس ديال النقط هادو غير غير اعداد عقدية وخصمهم سموهم صغيره ولا بي صغيره ولا سي صغيره ولا دي صغيره ما كانش على الحروف يكونوا بحال بحال ولكن ماشي مشكل المهم هادو صافي مشاو صفا الاخوان هادو مالهم الله يرحمهم نقطعهم دابا كندويو على بحال لا قلتي كدوي على تمرين جديد تمرين جديد هما هاد ربع كما قلت لافيكس ممكن تعبر عليه بالحرف الصغير او بالحرف الكبير هنا ممكن نديرو زيد دي كبيره يلا نمشيو مباشره نشوفو السؤال رقم واحد أ غادي نحسب لدينا لدينا ماذا ناخذ داك التعبير نحسبوه زيد سي ناقص زيد أ آه على زيد دي ناقص زيد أ آه. شحال خصنا نلقاو فيها الإخوان خصنا نلقاو فيه جذر تلاتة على على تلاتة إي يلا كلشي رد معايا البال باش نفهمو كيفاش غادي نلقاوها حيت صراحة هادشي راه كيدوخ ماشي مكيدوخ كيدوخ غير ركزو معايا فينا هي الزيت سي في التمرين هي هذيك هاي عوضها زيد ا آه. ممكن ممكن نعوضه هاديريكت ولا ممكن ممكن نخليها زيد انيت آه علاش كتبان لي هنا جوج جوج زيد ا آه؟ الى نقص منها زيت ا آه غادي تعطيك زيد ا آه. ولكن بحال بحال المهم تا دير اللي عجبك دير اللي عجبك ديرو شحال كتساوي هاد الزيت ا آه؟ اي زد د ناقص زد ا يلا نعوض ثلاثة زائد جوج إي جدر ثلاثة ناقص إي جدر ثلاثة ثلاثة هاد زد بشحال تساوي ناقص ياك اذا غادي تعطيك ناقص جوج اي جذر ثلاثة ناقص اي جذر ثلاثة نقادو باقي الحساب نتوما كما قلت لكم غير ردوا معايا البلا ثلاثة زائد اي جذر ثلاثة ثلاثة هادي معادي ناقص أربعة اي جذر ثلاثة يلا شوفوا معايا الاخوان وش واش عندي صحيح ولا نسيت شي اشارة ولا شي حاجة باش نحيد الورقة ونكمل حيت خصنا دابا نضربو في المرافق ولكن أول حاجة خص يكون داكشي هو هداك شوفو معايا مزيان عافاكم شوفو لا لت... تكون خاصة شي إشارة ولا شي حاجة زائد م -م. زائد ثلاثة إي آه زائد ثلاثة اي اوكي يلا انزيدو ديك ثلاثة يلا زيد سيدي حيت غادي يتلفه. او صافي كلشي متفق الاخوان زيد ا أه زيد ا أه. هنا أه. زيد ا أه. صافي كلشي متفق هو هذاك يلاه كلشي رد معايا البال نعوضوها شويه بشويه حنا حنا ما ما زربانين ما والو ولكن اول حاجه نتاكدوا بعدا من دوك لي زافيكس اللي عطاونا واش هما هذوك حتى حتى في هذا اللي كتبت انا زيد ا أه. كتساوي اجدره 3 هي هذيك زيد بي ناقص اي جدر ثلاثة، نتوما غير ردوا معايا البال عافاكم ردوا معايا البال، حيت دابا راه كنتعلموا كيفاش كنحسبوا هاد, ال... هاد النوع ديال الأعداد، راه عرفت الأغلبية كيلقى فيها مشكل، داكشي علاش خصنا نعطيوها الوقت ديالها، زيد سي كتساوي ثلاثة زائد جوج زيد أ هي هذيك، زيد دي أولا دي صغيرة بحال بحال، كتساوي ثلاثة زائد جوج زيد بي هكذا، آه. مزيان أراك دابا نعوضوا شوية بشوية، حنا نديروا بحال لا معمرناش شفنا هاد الشيء. شوية بشوية زيد سي كتساوي ثلاثة زائد زي ايه؟ جوج زيد أ اه. ياك يعني متفقين وهذاك هنا راه قلت لكم كاينين جوج طرق ممكن تعوض زيد أ اه من هنا ولا ممكن تخلي تل 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 من بعد المهم تا على حسب داكشي اللي بغيتي يلا زيدنا زيد نعوضو اه. عاوتاني زيد أ البسط تهنينا منه ياك أراك دابا المقام زيد دي هي ثلاثة زائد جوج زيد بي صافي واضح مزيان زيد بي او زد زيد ا كتساوي شحال اي جذر ثلاثة يلا شوفوا معايا الاخوان واش الشي دابا اللي درت في التعويض واش هو هذاك ولا لا شوفوا معايا عفاكم واش هو هذاك ولا لا باش نكمل ديريكت يلا باش نشدو الطريق ما نوقفو حتى نلقاو ان شاء الله ديك ديك النتيجه صافي واضح واضح سانك سانك اللهم يسر الفوق شحال كتساوي زد ا ها هي ناقص ديك اي جذر ثلاثة اللي اصلا كاينة تما هذه تهنينا منها ثلاثة زائد او ناقص حيت عندي زد بي خصني نعوضها بهادي ياك ناقص جوج اي جذر ثلاثة ناقص اي جذر ثلاثة صافي تلانا كلشي واضح الاخوان وادك اوكي دابا شنو غادي نديرو عاوتاني غادي نجمعو اولا غادي نحاولو نقدو الحساب هادو اللي فيهم الجذر نقدوهم زعما نحسبوهم بحال مثلا الفوق غادي تعطيك ثلاثة جوج تفاحات ناقص تفاحة كتعطيك تفاحة وحدة تفاحة وحدة يعني ديك جوج غادي تمشي جوج تفاحات ناقص تفاحة كتعطيك تفاحة وحدة اوكي هاك المقام ثلاثة غادي تبقى هناك هنا كاينة ناقص جوج اي جذر ثلاثة وهنا كاينة ناقص اي جذر ثلاثة شحال غادي تساوي ناقص جوج ناقص 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 واحد غادي سي نورمال غادي تعطيك ناقص اي ثلاثة جذر ثلاثة يلا اللي فهمت لهنا الاخوان ايطوبي سانكسك سانك باش ندوز هادي ركزت عليها بالضبط علاش حيت عرفت الاغلبيه غادي يلقى فيها مشكل هادي هادي بالضبط هذا السؤال بالضبط هذا السؤال بالضبط ماشي صعيب صراحه ماشي صعيب غير هو كيدوخ دوك الاشارات وكذا كيدوخو باش تلقى جذر 3 على 3 اي ماشي شي حاجه زعما تستهن بها تزرب لا ما تزربش صافي واش كلشي واضح دابا المرحله اللي كلكم كتعرفوها واللي كلكم غادي تقولوا انه غادي نضربوا في المرافق المرافق فعلا غادي نضرب في المرافق عندي واحد الفكره ممكن نديروها ممكن نعملو بثلاثه هو الاول ولكن ما كيلاش ما كيلاش اللي بغى يعمل بثلاثه من حقه نضربو سيدي في المرافق المرافق ديال ا ناقص ب هو أ زائد ب والفوق حتى هو غادي نضربو في نفس المرافق لتحت متطابقه هامة ممكن نديروها ديريكت ولا نخليوها التل من بعد ياك غادي تعطيك أ أس اثنان ناقص ب أس اثنان ايوا الفوق سيدي هنا خصنا عاوتاني نردو للحساب ثلاثة في ثلاثة هي إيه تسعود ثلاثة في ثلاثة اي جذر ثلاثة يعني بحال اي تسعود جذر ثلاثة حيت ثلاثة مضروبين في بعضياتهم هذه في هذه غادي تساوي ثلاثة اي جذر ثلاثة اوكي وهذه في هذه غادي تساوي شحال؟ زائد اي اس ثلاثة في جذر ثلاثة اس حيت اف اي هي اي اس 2 الجذر في الجذر هي الجذر اس 2 المهم نتوما غير دوي البال عفاكم باش من ما نساوش شي حاجه عاوتاني نادي تعطيك تسعود شحال كتساوي هذا الاخوان حسبوها بالاله الحاسبه الا هذيك الاله الحاسبه تعطيك 3 في 27 اولا نديروها ديريكت نديروها حنا ديريكت نديرو 3 جذر 3 الكل أوس 2 سبعة ولكن إي أوس 2 شحال كتساوي؟ كتساوي ناقص واحد مع ديك ناقص هي زائد واحد بمعنى غادي تبقى لك زائد سبعة وعشرين زائد سبعة وعشرين إلى زدنا عليها هذيك 9 ستة وثلاثين هنا عاوتاني 9 زائد إي تسعود جذر تلاتة زائد إي تلاتة جذر تلاتة أرى نحسبو هاد العجبة الإخوان إي أس تنان هي بعدا مشات تلاتة في تلاتة حيت الجذر غادي يمشي غادي تولي تسعود غادي تولي تسعود أشنو غادي طرا غادي تختزل ليا هادي مع ختها أوكي شحال قلنا الفوق آه لتحت قلنا ستة وثلاثين ستة وثلاثين تسعود زائد ثلاثة شحال هي اثناش بمعنى غادي تعطيك اي اثناش جذر ثلاثة ايوا عندك مع الحساب اثناش على ستة وثلاثين غتختازل ما عندكش مع الحساب استعمل اخويا الآلة الحاسبة ديالك ما خسرتي والو كتساوي واحد على ثلاثة ديك اثناش على ستة وثلاثين واحد على ثلاثة لا ممكن تكتبها بهاد الشكل شوف باش شي وحدين عاوتاني ما يدخوش. ستة وثلاثين شحال كتساوي؟ كتساوي اتناش في ثلاثة وغادي تختزل اتناش مع اتناش غادي تبقى لي ديك اي وغادي تبقى لك جذر ثلاثة على ثلاثة نشوفو النتيجة ديالها واش داكشي اللي عطونا هي هاديك ردو ليها البال الاخوان حاولو نتوما تعاودوها من بعد راه فعلا كدوخ ماشي مكدوخش ولكن طرد البال اللي فهمي طبي سانك سانك باش ندوس صافي سانك سانك لو ما يسير ولا تعسر هيد هيد ندوز نزربو شويه عافاكم باش نساريو التمرين دغيا السؤال بي استنتج طبيعه المثلث ا دي وغادي نبينو ان 3 ا كتساوي جذر 3 ا حتى هذا السؤال هذا مشهور في الوطني غير ما عطاوهش لكم في الدوره العاديه غادي يعطيوه لكم دابا في الدوره الاستدراكيه اي حاجه ما كتعطاش في الدوره العاديه عرف راسك واش غادي تلقاها في الدوره الاستدراكيه اوكي غادي نشوفوا واش هاد المثلث قائم الزاوية ولا ولا شنو المهم عندنا زد سي هذاك الشيء اللي حسبنا شحال لقينا فيه لقينا فيه جذر 3 على 3 اي ياك اولا اي المهم بحال بحال كنعرف واحد الحاجه شنو هي عندك واحد النوع ديال الاعداد كيتسمى عاد التخيل صرف في بيور هذا غادي تعطي الشكل المثلثي ديالو ديريكت المعيار هو بي والزاويه هي بي على جوج الدرس اللي قالها لك ماشي تحسب او تمشي تقلب لا صافي كديرو ديريكت صافي اذا شنو هو الشكل المثلثي شنو هو الشكل المثلثي عفاكم نديروه ديريكت حيت هذا كيتسمى ان نومبر ايماجينيغ بيور يعني المعيار هو نيت بي زعما جا ثلاثة على ثلاثة ولكن الزاوية هي بي على جوج ديريكت في النظر ديالكم شنو هي طبيعة هاد المثلثات نوريكم القواعد كنا درنا شي قواعد داك النهار ملي كنا كنوجدو كن العادية هاهم دابا بحالا كندوي على هاد الحالة بالضبط كتشوف الشكل المثلثي هو اللي كتحكم عليه يعني بحال اللي كندوي على هذه الحاله لقينا في المعيار اغ زعما لقينا فيه شي حاجه من غير من غير واحد ولقينا في الزاويه بي على جوج سواء كانت بي على جوج ولا نقيس بي على جوج اذا شنو غادي يكون غادي يكون قائم الزاويه قائم الزاويه والراس هي ديك النقطه اللي كيتعاود لا فيكس ديالها جوج مرات صافي يلا ولكن انت ما تعطيهاش ديريكت ما تعطيهاش ديريكت بما انه بما أن لارجيمون أو لا ديال زد سي ناقص زد أ شحال كيساوي جذر ثلاثة على ثلاثة أو لارجيمون ديالها كتعطيك بي على جوج إذا شناهي طبيعة المثلث قائم الزاوية اذا المثلث المثلث دي قائم الزاوية فينا النقطة اللي كنت عاودت جوج مرات هي أ إذا في أ ACD et rectangle. او oh نو no. يلا اللي فهم عفاك يطبي 5 5 ندوز ايوا دابا نطبقوها في التمرين ديالنا اجي نطبقوها في التمرين ديالنا قبل ما نطبقوا في التمرين ديالنا خصني خصني نقاد التعبير خصني نقادو شويه كيفاش غادي نقدوه ركزوا معايا كيفاش غادي نقدوها الاخوان غادي نبقى نعوض ونقد الحساب المهم حتى تكتب بداك الشكل اللي عطيتكم في الخاصيه لدينا لدينا زد برين تساوي جذر ثلاثة مضروب هذا التعبير هذا راه ديجا حسبناه شحال كان كيساوي كان كيساوي اي جذر ثلاثة على ثلاثة حسب السؤال السابق زيد قد الحساب بمعنى زيد بريم كتساوي جذر ثلاثة في جذر ثلاثة شحال هي ثلاثة جذر ثلاثة أس اللي كتساوي ثلاثة غتختزل مع ثلاثة إذا غتبقى لك غير اي هذه غادي نعوضوها زيد اخويا قاد الحساب بلا ما تدوق زائد جذر ثلاثة علاش زائد جذر ثلاثة ركز معا الا إيه درت اي في اي كتولي اي اس 2 فهاد كتولي زائد واحد صافي اذا إيه هاي هذه هي المعادله اللي غادي نخدمو عليها ايوا بلاتي نحطها في شي ورقه اخرى في هو اللي كيلعب ليه الدور ديال ا آه. ها هو ا آه. وفينا هو اللي كيلعب ليه الدور ديال بي ها هو بي هذاك العدد اللي ما لاصق مع والو شنو بان الاخوان اشنو بان لكم فهد فهد العجب؟ في هذا في العجب فين هو اللي غادي ندرسوا ا آه. اش من حاله عندنا واش واحد ولا جوج ولا ثلاثه يلا عطوني عطوني عافاكم واش واحد ولا جوج ولا ثلاثه ثلاثة ياك مزيان إذا غادي تقول ليه بما أن بما أن بما أن شنو بما أن هاد إي المعيار ديالو كيساوي واحد و إي كينتمي سي زعما عدد عقاري ، صافي كتعطيه اذن الو Alors... كتب لي كتب لي الاستنتاج الو Alors... لا translation... او لا لا ترانسفورماسيون اي لا لا ار دو centre. Oméga. Est-ce que c'est Oméga ليه المركز ديالو اولا اللحيق ديال المركز غادي ناخذ القاعده ونطبقها المركز هو بي فين هو بي هو جذر 3 زائد اي جذر 3 علاش على واحد ناقص ا واحد ناقص ا شنو هي ا هي اي صافي بغيتي تقدو راه تأخذ هذا تقدو في شي ورقه تحول للشكل الجبري اي إيه. و زاويته ايدونغل اشنا هي الزاوية الاخوان هي لارغيمون ديال اي اشنا هي لارغيمون ديال اي اعاده عدد تخيل الصرف غادي نعرف ديريكت الزاوية ديالو هي بي على جوج واني جبت يلا اللي فهم عفاك يطابي 5 5 ندوز اللي فهم يطابي 5 5 باش ندوز لحاجه اخرى لارغيمون ديال اي هي بي على جوج داكشي علاش درت الزاويه هي بي على جوج بغيتي تاكد منها سير حدد الشكل المثلثي ديال اي راه قلت لكم سابقا الاعداد العقديه اللي مكتوبين بهذا الشكل ما, ما كتبانش لابارتي الزاويه ديريكت لو ما يسر ولا تعسر <applause> لماذا مازال تسكرين ما هذا هاد عفك؟ ضرورية ضرورية سكرين 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 ارا نمشيو دابا الأخير أو لما ما أشنو هو السؤال ما قبل الاخير قبل ما نمشي ليه قبل ما نمشي ليها الاخوان بلاتي ما عرفت واش ذكرت لكم قلت لكم حولوا هذه الشكل الجبري اللي بغى يحولها مزيان كيف الشكل الجبري غتكتبها على شكل عدد زائد إف عدد نحولوها هي الاول عاد نجاوب على داك التمرين حيت يقدر غيتلفنا غاد... الحساب غادي نزربوا عليها دغيا كضرب في المرافق المرافق هو واحد زائد اي لتحت غادي تعطيك جوج رابينة المهم هادشي رابين باين جذر تلاتة اي جذر تلاتة اي جذر تلاتة ناقص اولا زائد اي اس اتنان جذر تلاتة اوكي زيد اخويا جوج اي جذر ثلاثة هذه هنا غادي تعطيك ناقص جذر ثلاثة جدر ثلاثة مع ناقص جذر ثلاثة غادي تمشي غادي تبقى لي في الخرشنة شنو اي جذر ثلاثة صافي اي جذر ثلاثة بمعنى راه المركز ديال داك الدوران هو نيت النقطة ا هو نيت النقطة ا الى بغيتي دير الى بغيتي مثلا تحول ديك اوميغا ا حيت لقينا ديال اوميغا هي هي نيت ديال ا يلا داب ندوز هذا السؤال شنو هو السؤال حدد زد اف اللي هو لا فيكس ديال اف وشنو هي اف بالضبط هي صوره ب بداك لا ترانسلاسيون تي زعما بداك الدوره اللي كنا لقيناه قال لك اف هي الصوره ياك اف هي الصوره بمعنى هذيك اللي هي الصوره كتكون على برا وهذيك اللي درنا ليها الصوره كتكون لداخل وهنا كن كنحولوها ال لديك الكتابه العقديه للدوران كنبداو بلا فيكس ديال ديال الصوره بمعنى ان زد اف ناقص المركز شنو هو المركز ديال ديال داك الدوران هو زد ا حيت لقينا فيه اي جذر 3 نتمنى تفهموا الاخوان كنا سميناه اوميغا ولكن صدقت ديك اوميغا هي زد ا يعني ا آه. الزاويه ديال الدوران اللي كنا لقيناه بي على جوج زيد بي ناقص عاوتاني المركز المركز كتعاود لينا جوج مرات سير اخويا قد لي الحساب زرب زرب وقد الحساب اكسبونسييل ديال اي جذر اولا اكسبونسييل ديال اي بي على جوج هادي غادي تحولها للكتابه المثلثيه زد ب عندك زد ا آه عندك آه كوس بي على جوج زيرو سينوس بي على جوج واحد يعني غادي تبقى لك اي هذه غادي تعطيك ناقص جوج اي جذر ثلاثه غادي نقدوها إيه اي مع اي هي اي اس 2 اللي هي ناقص واحد مع واحد ناقص غادي تمشي غادي تبقى جوج اي جذر ثلاثة وهاد اي ناقص اي جذر ثلاثة الا إيه ديتها لذاك الطرف غتولي زائد بمعنى غادي تعطيك ثلاثة جذر ثلاثة اي هذا هو الجواب الصحيح اللي فهم الاخوان اي طابي سانك سانك صافي راه بقى لينا اخر سؤال وحتى ورا الاغلبيه تلقى فيه مشكل غادي نديرو هذاك صافي هو هذاك أه واش الحساب هو هذاك ولا ولا كاين شي مشكل اه بالنسبه لهنا اي 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 عندكم عندكم الصح بلاتي بلاتي هاد اي هادي اييه راه قلتها شفويا ولكن ما كتابيا هانتوما كما قلت لكم اف اي ناقص واحد معاد ناقص كتولي زائد صافي مشات يعني غادي تبقى لك هنا غادي تبقى لك سيدي التي باش نكتبها جوج جذر ثلاثة وديك اي غادي نحيدوها زائد صافي دابا مزيان شوفو عفاكم واش دابا مزيان حيت كما قلت لك هاد اف إيه اي راه كتساوي اي اوس سي 2 بمعنى ديك اي اوس سي 2 كتساوي ناقص واحد كدير ليا ديك الاخرى شوفو عفاكم دابا الى عطيو الى إيه إيه عطيونا سيرك 5 باش نديرو اخر سؤال صافي يلا نتوما حاولوا تردوا البال الحساب ديما الحساب رد معايا البال سيدي بقى لينا اخر سؤال وهذا السؤال صراحه كيخلع كما قلت مجموعه من التلاميذ واخا هو سهل شنو هذا السؤال حدد مجموعه النقاط ام زيد لافيكس ديالها زيد زعما زي مجهول الزيد ما, عندناش انا غنكتب لكم ديك ديك المت المتفاوتة ولا ديك المتساوية ونشوفوا كيفاش غادي نديروا لها هادشي اللي قالوا لك وديك الزيد كما قلت؟ هي لا فيكس ديال ام غير افكس ديال ام ا أه طريقه ساهله غادي دير اسيدي نضع 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 اون بولز شنو زد كتساوي إكس زائد إي إيجريج بصفة عامة هكا كتكتب إوا إيوه سير عوض سير عوض ديك ديك الحاجة إذا أشنو غادي يكون عندي غادي تكون عندك أسيدي جذر ثلاثة عامل لإكس زائد اي إيكغيك زائد ثلاثة اي كتساوي نقص جذر ثلاثة اي عامل لإكس زائد اي إيكغيك هادشي كلشي الوسط ديال دوك القيمات المتلقاة صافي يعني المهم نتوما بقاو كتبوا يعني يعني غادي نقاد الحساب باش نعزل لابارتي غيال و بارتي إيماجينيغ كندير دابا غير النشر نفس الشيء بالنسبه لنا كنشرو اف اي هي اي اس 2 مع ناقص صافي مشات اي هاي هنا غادي نعزل هادوك اللي حداهم اي واللي ما حداهمش اي هنا اصلا غادي نبدل غير الاماكن باش باش تبان لي لا بارتي غيال لبارتي إخوان الاخوان هذه هي الفكره كان كنقدوا للوسط ديال القيمه المطلقه باش يبان لينا الجزء الحقيقي والجزء التخيلي غادي نسطرو عليهم باش يبانوا لينا مزيان عفاك بلاتي ناخذ جوج الوان لا بارتي هي هذه ولا بارتي ايماجينير هي هادي نفس الشيء بالنسبه للاخر لا بارتي غي هي هادي ولا بارتي ايماجينير هي هادي بناقص ديالها دابا كتحسب المعيار كيفاش غادي نحسب المعيار حنا كنعرفوا انه الا عندك شي عدد عقدي الزيد المعيار المعيار ديال الزيد كيساوي جذر مربع أ أس اثنان زائد ب أس اثنان يعني بحال إلا عندك دابا هادي خصك تحولها للجذر أ آه. زائد إي ب أ زائد إي ب ب هو بنقص ديالها إذا غادي نحسبو الموديل دائما نتوما ما تنسوش ديك يعني يعني نفس الشيء بالنسبه للفرن يلا لي فهمت انا يطبي سنك سنك باش نكمل لي فهمت لنا يطبي شنو المرحله اللي جايه دابا هي نحيدو دوك ال... الجذور علاش نرفعو الطرفين بأس 2 فقط غترفع الطرفين بأس 2 ما تقولش لي ما عرفتيش ليها الطرفين بأس 2 لك داك الجذر هذه متتابقة هامة أ أس آه, اثنان آه, بمعنى تعطيك جذر إي زائد جوج في ثلاثة هي ستة جذر ثلاثة إي زائد تسعود حيت ثلاثة أس اثنان المهم راه متتابقة هامة الإخوان نفس الشيء بالنسبة للأخرى اللي مليه. غير تحيد الجذر غير تبقى لك جذر ثلاثة الحمد لله اثنان حتى هادي رأه ممكن تقدر. ناقص كتمشي غتمشي في حالتها ديك ناقص غتمشي في حالتها وغادي تبقى ليا زائد جذر 3 اكس لكل س 2 وغيكون شي اختزالات شنو هاد الاختزالات كيبان لي هادي غتمشي مع اختها صافي هادي وهادي كيتختزلوا كيتختزلوا حيد بحال بحال وحده كاينه هنا والاخرى كاينه في هذا الجهه وحتى هذه واقيله حتى اه حتى هذه مع هذه علاش انا نوريكم علاش حيت الا جاب حسبتها غتولي بحال هكا وتبقى لي انا زيرو باش فكرتنا هذه القضيه هذه الاختزال اشنو لقينا دابا لقينا المعادله ديال ديال مستقيم اي يساوي عدد كيتسمى مستقيم ايوا هادشي اللي غادي تقول ليه اذا مجموعه نقط ام زد هي عباره عن مستقيم معادلته ي كتساوي ناقص 3 على جوج جذر ثلاثة بغيتي كاع باقي على جذر ثلاثة جذر ثلاثة صافي الاخوان هذه هي الطريقه المهم من هنا لهنا راه وقسمت على العدد اللي حدا اذا قلنا <applause> لونسومبل <applause> دي بون، ام الى دييك كواسيون وكتكتب ديك ليكواسيون اللي لقيتي يلاه لي فهم عافاك طبي 5 5 وشكرا على التتبع ديالكم موعدنا مع حصه غدا ان شاء الله غادي تكون خاصه ب غادي تكون خاصه ب بالهندسه الفضائيه والاحتمالات غدا ان شاء الله غادي يكون غادي يكون جوج حوايج غادي نخدموا على الهندسه الفضائيه والاحتمالات وما تنساوش تحطوا تقاشر فلي كومونتير في التجل ديال هذا اللايف باش نعرف واش بغيتوا حصص اخرين ولا لا والله يوفق الجميع